بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، في هذه الفترة كل شوية نشوف البكرية يضجون. مرة ضجوا على مسألة شيل اسم الصحابة اكتبوا مع صحابة، والآن يضجون شنو الشيعة أخذوا جامع سامراء الكبير، وهو اسمه هذا اسمه جامع سامراء الكبير، وهو للوقف ما يسمى بالوقف السني، والشيعة اغتصبوا هذا المكان. اولا اخواني، هذه الطائفة قليلة ادب فعلا، يعني كدين هو دين قليل ادب، ومن يتدين بهذا الدين ويلتزم حرفيا بهذا الدين يكون قليل ادب. لماذا اخواني؟ لانه اولا انتم اقلية في هذا الشعب، وعليكم ان تحترموا اكثرية هذا الشعب طبعا على قياسات اهل الدنيا، ولا تفرضوا علي انا عقيدتكم. هذه العقيدة التي فيها تقديس جميع الصحابة لا نعترف بها، موقفنا معروف من أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه من يوم السقيفة، الشيعة يبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان، ديننا لعن هؤلاء. إما أن تحترموا عقيدتنا ونتعايش، لكم دينكم ولنا ديننا، نعبر عن ديننا وعبروا عن دينكم، وإما ما يعجبكم شوفوا لكم قارة أخرى أو شوفوا لكم كوكب آخر وريحونا منكم ومن إرهابكم. هذا أولا. ثانيا إخواني، جامع سامراء الكبير، مسألة أن هذا الجامع لما يسمى بالوقف السني أو للسنة على دعواهم، ونحن لا نسلم أنهم من أهل السنة لكن هم يدعون هكذا، هذه أخدوعة وأكذوبة. لماذا؟ لأن الذي بنى هذا الجامع هو الناصر لدين الله العباسي، وهذا الرجل معروف بتشيعه وبرفضه، كان من خلفاء بني العباس ولكنه كان متشيعا. هذا الرجل إخواني بنى المرقد الشريف، وهو الذي بنى سرداب الغيبة، وهو الذي بنى هذا الجامع وجعله وقفا للعسكريين عليهم السلام. فلماذا تزعمون أنه وقف لكم؟ هذا الوقف لأئمة الهدى صلوات الله عليه، وهو معروف. ثانيا، دعواهم أن الشيعة غيروا هذا الاسم أكذوبة، لا يخدعنكم إخواني هؤلاء. لماذا؟ مجلة بغداد إخواني، هذه المجلة ذكرت، وهي قبل 60 سنة ذكرت أن هذا الجامع هو جامع الإمام المهدي عليه السلام. كذلك المدعو أيوب الخطيب، وهو مفتي سامراء من البكرية المتوفى سنة 1999، لما قوبل بلقاء مسجل موجود صورة وصوت، ذكر أن جده قبل مئات السنين أيضا كان إماما في هذا المسجد، وذكر أن اسمه جامع الإمام ميم حاء ميم دال، ذكر اسم الإمام عليه السلام الذي هو كاسم رسول الله المهدي صلوات الله عليه. فلماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا التزوير؟ علينا نحن كشيعة أن نبين هذه الحقائق للتاريخ، وأن نخبر الجميع أن سامراء هي مدينة شيعية، وأن أئمتنا عليهم السلام إمامنا العاشر الهادي وإمامنا الحادي عشر العسكري، وفيها ولد إمامنا المهدي، وفيها أم إمامنا المهدي وعمة إمامنا المهدي، هذه المدينة المقدسة فيها أئمتنا عليهم السلام، وهي مدينة شيعية. يعجبكم هذا الكلام؟ أهلا وسهلا. ما يعجبكم شوفوا لكم مكان آخر، انزلوا إلى الحق واتبعوا أهل البيت صلوات الله عليهم، هنا يحق لنا أن نعيش بسلام وأن نجتمع على الحق، مو نجتمع على الباطل نسوي وحدة شيطانية. فقط هذا تنبيه إخواني كي لا يخدع الناس، والحمد لله رب العالمين.